بتكونوا بخير، وحشتونا جدا جدا جدا، او وحشتوني انا يا جماعه بالاخص. خليك ساكت وصامت وغامض وما اسمعش حسك يا جماعه. النهارده يا جماعه كوكو ده تعبان عيان، صوتي رايح وقاعده تتريق عليا. انا اتريق عليك؟ انا لسه مش هتريق علي، انا لسه هتريق دلوقتي. انا صوتي رايح وبتتريق علي. انا لسه هتريق عليك. الطريقة جاية قدام. عرفوا انه مفيش دم. جماعة انزلوا اعملوا لقمة. عرفوها ان لقمة عيشي ولقمة عيشها في بقي. في بقي. في زوري. في زوري، لاموري في زوري. عرفوها. جماعة انزلوا اعملوا لايك علشاني. مش عشان ده، عشان انا. لا والله. طب انزلوا اعملوا لايك. ثواني هتعمل لايك وهتعمل كومنت تقول انا عامله عشان خاطر كشري. عشان خاطر ياسمين. وعشان تعبان وهتقولوا لي الف سلامة. محدش يعمل لك حاجة. قولي شوفي عايزه تقولي ايه النهارده يا جماعه. يوم مميز النهارده يا جماعه، يوم مميز النهارده. الباشا دوت بقاله حوالي يعني 3 4 اسابيع ما بيخرجنيش، وما شفتوش غير في يوم الفرح. يعني يوم الفرح ده من 8 ايام ولا 9 ايام. ها بظبط لقمة العيش. ماشي. النهارده يا جماعه بقى قررنا نبص على الاجهزه علشان خلاص هنتجوز. مين دول؟ هنتجوز. مين اللي انا مالي؟ انا بقى عايز فلوس. ولا انا يتيم. احنا في الشارع. هنتجوز. هم كام واحد؟ هنتجوز. ايوه احنا. ما هفكر. معيش. متضايقه ليه؟ انا هاخد يا جماعه الفلوس اللي في جيبه واشتري انا الحاجه. خليك بقى ساكت وخلي صوتك واطي علشان لما اروح هناك في المحل وامسك بحاجه غاليه ما اسمعش حاجه. مش عايز انزل معاك النهارده بسبب الموضوع ده. تقريبا انا عايزه دي يا كريم. اسمع مني بس. دي لما ان شاء الله نبقى عزوه كده ونتفرج على ماتش كوره كده كلنا في الاستاد. انت حضرتك ترجح لي ايه؟ دي جميله. دي ولا دي؟ دي جميله صح؟ يعني دي لا. انت شايف ايه؟ بقول لك دي احسن، بس اكيد طبعا النتيجه احسن من احنا رجاله في اربعه. ما تصلحنيش على الكبيره. خلينا بس دي يا كريم. بص امسك كده. ايوه بنتي. صح اهو باينه ما شادفتولك. تعالي. طب دي هنشيلها ازاي؟ تعالي هنيجي نغير. هجيب رجاله. هننقل حاجه بتاع يعني هنغير مكان الشاشه. هننقل رجاله. بص كده على فكره. خلص. لا بجد بجد. لا جدا. لو انت دي هتحطها اوضه نوم حاجه زي كده صاله. يعني صاله ممكن 43 يا اما اكبر شويه. 43 لو عايز تعلى شويه 50 مثلا. 50 فين 50؟ طب ويا ريت تورنيدو اقل بتاع عشان ماركات. تورنيدو المدير بتاع اللي هو اللي عليه. لا مش دي. ثانيه في خاصيه اسمها سمارت. لا في حاجه عندنا ان انا شغال على فوتوشوب بقعد على طول على الشاشه بشتغل عليها. في خاصيه معينة. لا اسمها تقريبا حاجه في الاتش بي ومش عارف اسمها ايه كده بتطلع لي الالوان نقيه غير السامسونج بتدي ده في البول. غير انا ما شفتش قبل كده التوشيبا ولا لا. لو انت بصيت على التوشيبا هتلاقي جوده الالوان قديمه واضحه قوي ومش اوفر. يعني مش ضعف. مش لون اسمه فاقع. سوري مش فاقع قوي. مش بس مطفيه شويه. على فكره مش كل الناس بتحب جوده اللون ده. حصل اللون ده. هي هنا حتى ممكن تكون طبيعيه شويه. يعني هنا لو حضرتك خدت بالك هتلاقي احمر سيء. وشه محمر شويه. في الاحمر زايد فيه شويه. بالظبط. هو ده انا بتعامل على الخام كده فعلا. دي عندنا اسمها الالوان الخام. احنا قلنا دي قد ايه؟ دي 50 دي 43 برضه. 43 امال اللي فوق دي بكام؟ دي 50 تورنيدو. اللي فوق دي بكام قصدك؟ واللي فوق دي 50. دي 150. لا ده اللي هناك اللي 150. دي احنا كام قلنا؟ دي 58. مش هتيجي في مكان الحيطه. مش هتيجي في مكان الشاشه. بص يا حبيبي. ايوه. أعلى دي. لا ده انا الاستاذ محمد يختاره بقى. اسمع مني بس. 50 اه والله. هي فعلا هي 50 يا 43. بس مش عارفه انا ليه حسيت دي عندي. ما مش عارفه والله. دي الوانها خام. اه هي الفكره ان هي تقريبا نفس الوان.
نفس الماركة نفس ال نفس البراند نفس ال بس دي واخده توكيل العربي لكن دي من العربي اصلا لا دي واخده توكيل العربي اي حاجه هنا توكيل العربي مسؤولين عن ضمانها عن سجلها عن كل حاجه وانا شايف ايه نبص على ايه تاني غسالات نبص على الغسالات شركات يلا بينا يلا بينا هيا بنا يلا بينا بس شفت الاسعار ثواني خليها طالب ما هتشوفي حاجه في مكان محترم لا لا احنا طبعا مكان محترم طبعا تمام هي. شكل ليه شكل ليه هي اللي هتتعامل معاها دي شغلانات لا انا بحب الفول اوتوماتيك مش عارفه ليه لا من فوق الفوق هي تفرق في ايه دي فول اوتوماتيك تانية اسمها ايه دي اللي هناك دي اسمها فوق اوتوماتيك فوق اوتوماتيك ده ايه الفرق مش فاهم الفرق ان دي فتحه بتاعتها اماميه ودي فتحه بتاعتها من فوق غير دي دي بيبقى فيها سخانات ميه التانية بيبقى فيها وصله سخن وصله ساقع دي ليها مسحوق اوتوماتيك التانية سخنها اي مسحوق عادي لو انت شغلت دوره الغسيل دي انت ممكن تنسى ان انت تحط حاجه ولو شغلت الغساله خلاص ما ينفعش تحطها الثانيه انت ممكن توقف وتفتح او في ساعتها عادي جدا زي الغسالات القديمه فبتكون سلسه شويه يعني دي احلى ولا دي انا عندي الاثنين واحد بس الشخص دي عملي العملي اللي هناك العملي اللي هي هتريح الدنيا معاك شويه ممكن فوق نروح هناك بص يا حبيبي انت مسحوقها مسحوقها عليك لسه ما شاء الله مسحوق على مين يعني ايه بتجيب الغساله مسحوق على مين بقى على هي انا برضو ايوه يعني مش فاهمه ايه ده الغسالة تيجي من غير مسحوق بصوا انت كده ايه ده ايه غسالتي كده كده هتجيب مسحوق جبته في الاول هجيبه بعد كده صح صح تجيب المسحوق تجيبه بعد انت راضي نفسك وهاتي كيسين معاك وانا بجيب الباقي اتفضل ايه نفس الفكره برضه ما عملناش حاجه يا ماما انا عاجبني انا عايزه بوده جزء مش مشكلة 13,000 مش خسارة فيا الناس دي معايا من زمان برضه هنا احنا عندنا دي فوق اوتوماتيك ايوه ترميجا هي 17 كيلو مفيش اسمها ايه دي توشيبا توشيبا اللي جنبها برضه احنا لو نتعب نفسنا خمس دقايق ونشوف المكتوب بدل ما احنا بصين في المراية أيوة ان المفروض نصورها من جوه مش من بره ايوه هنتفرجوا على ايه من فوق بصوا زرايرها كتير يا جماعه بص احنا مفيش تاتش مفيش تاتش دي اللي احنا قلناها دي اولا الكتاب بتاعها شفت فلوس انا اتخضيت اقسم بالله اتخضيت من النازله دي دي توشيبا 10 كيلو تمام الزرار بتاعتها هي مش تاتش تمام بس هي قريبه جدا للتاتش عشان بس انت خلاص بص على الثلاجه ثواني انا مش عايز ابص على الثلاجه انت خلاص انت عرفت انت هتجيبي يعني نوع لا لا 60000 ده تعالى مفاجاه روحوني انت عرفت انت هتجيبي يعني غساله بس الثلاجه دي هتعجبكم جدا تمام الثلاجه دي لا ما انا شفت اللي قبليها ما انت مخبي دي انا شفت ساعه دي ولا حاجه طب دي انا اعمل بيها ايه الثلاجه دي 5 باب مستورده محترمه جدا هتعجبك بص اوبشن ايوه اوه ايه ده ليه ده اوبشن ايه الفكره في الباص مش فاهم تشرب ميه بدل ما تقعد تفتح التلاجه كل شويه لا هي تقفل بعد دقيقه لوحدها بعد دقيقه لوحدها هي تقفل لوحدها عشان لو نسيت يعني ولا حاجه فهي بترجع بص بس انا غمض عيني الاول واتفاجئ 161,000 ده بابا هيفرح قوي ايوه ده ابوك هيفرح جدا لا ما احنا مش هنجيبها دي لا لا وري براحتك انت جيب عند العروسه جد انت كده بص كده استاذ محمد انت اخويا يعني بص فرج على الثلاجه لا لا ما هو انا هجيبها دي بعد الجواز على حسابك مين جوز مين اه والله العظيم انا مش هتجوز انت تجيب لي دي بس 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 بعد الجواز ما يسأل ما لا مش ايوه الاحضان دي في الاحضان ده يعني بتاخد سيلفي فيها ايوه خدوني سيلفي يا جماعه خدوها سيلفي وابعتوها لي على الانستجرام عشان الاستاذه تبقى تجيب زيها فيما بعد خلاص أيوه. تعالي تعالي لا ما هتبقى ب 200 بقى يا معلم خلاص بقى انت السعر هيكون عدى صح؟ حاجه تفضل على حالها السعر هيكون عدى استنى بص بص رايقه ده ايه ده معلش ده فليزر تبع الفليزر
مش مقسمه، لازم نتقسم لثلاث اجزاء. ما عندناش واحده زيها. انا لو كانت امي ورقه ابويا الورقه دي كده كانت اتطلقت. السعر لا يطاق يعني، ده جامد بس والله العظيم لا تحفه. بعفش كله السعر. طب نمشي منها بقى ولا ايه؟ بص نشوف. طب بصي بصي خليكي في ام 15 20. ايوه اللي هي تعجبنا جدا. بس انت لجان انتوا اصلا يعني ما لقاش في تعجب اصلا. لا ما هو حاجه بس الفتره دي فيها شويه في يعني. اصلا ايه الثلاجات المتاحه اللي موجوده عندكم دلوقتي؟ لا حاليا لا، انا ممكن يومين كده على حاجه واجيب لك الحاجه اللي انت عايزاها. من يومين ايه؟ انا بقالي شهرين ولا ثلاث شهور. احنا بقى احنا جينا هنا جينا هنا جينا هنا من كام شهر فعلا وسالنا وقالوا ان في ثلاجات مش متوفره. الفكره ان الفتره دي بس يعني ايه عشان السعر بيتغير فالموضوع بيقف عليه وشويه وقت. لا لا هي ملهاش علاقه بالسعر، هي ليها علاقه بال حاجات ثانيه يعني وكده في التعديلات يعني. بصي يا كريم انا جبت دي على قد فلوس هنا ليه؟ لا ده دي فريزر ب 18000 جنيه. بكام؟ 18000 جنيه. طب انا يا جماعه هسال برضو في الكومنتات، الثلاجه على مين؟ تعالي هنا بس تعالي. الثلاجه على عروسه اختي. هي انا هجيب لك الشاشه تحت. هي عليا طبعا. ايوه انا هجيب لك الشاشه. الكلام ده كويس ان انت اقتنعتي. بس انت هتجيب لي واحده فيما بعد. فين ده؟ كان القرد نفع نفسه. كل حاجه هتجيبها ده يعني. مفيش مره. مفيش مره. احلى حاجة احلى حاجة انه مكنعني وبيفرحني. انا مبسوط قوي. مش يعني بيقول لي يا عم لا رايح دماغ مسافة ما تتجوز. سخان؟ سخان؟ طيب احنا هنا محتاجين نبص على حاجة تانية عشان السخان تحت. هنا بوتجازات. شوف البوتجاز. مكنسة. عشان تجيبي المفروض ان الاستاذة عايزة تجيب كل حاجة مع بعض في نفس اليوم يعني هي الناس تبقى عارفة. ليه؟ ده مستحيل. يعني مثلا النهارده انت لقيت البوتاجاز والغساله ممكن ما تلاقيش الثلاجه، لقيت الثلاجه والبوتاجاز ممكن ما تلاقيش الغساله. بسرعه رياكشنات لان المنتجات بتتفرق كلها في وقت واحد. لا هي ممكن تاخدهم كلهم يعني هي خلاص اتفقت دفعت ديبوزيت مثلا معين لوقت معين هتيجي تلاقي كله مع بعض. ده بص يا كريم ده مش يعني ما ده ستيريو كده عارف انت ستيريو جي. ايوه انت بعيدي عن الكلام ده. هي العروسة بصي نقي اللي انت عايزه اغلى حاجة وريها اي حاجة بقى تبع اخوك نزل الدنيا بقى يعني السخانات وديني اقل سخان. انا بخاف على طول يا كريم من البوتاجازات فقررت ان انا اجيب بوتاجاز جزء وجزء او اجيبه امان كله. اتفضل يا عم اتفضل يا عم. دي ست بيت دي. ما هو يكون امان. انا هشكي انا هشكي همومي يعني للناس كلها. دي ست بيت امان كامل يعني والكلام ده. البوتاجازات كلها بقى تبقى امان كامل. الموضوع بسيط يعني. امان كامل. ماشي الدنيا. ست بيته بتخافي من البوتاجاز. خلاص يا محسن بتخافي. طب انت اني هو انت لحقتي تبصي على حاجه؟ ايوه ما انا بصيت عليه. ايه اللي انت هتجيبيه؟ ايه اللي عجبك؟ ايه الفرق؟ ما تلعبيش بايدك، العبي بدماغك. افهمي. العب بدماغي؟ يعني افهمي ايه اللي هي اللي هينفعك. بص هما الاثنين هينفعوني. مين الاثنين؟ بص ان انا دلوقتي جبتي ده تمام؟ ده هحطه فين؟ المطبخ هو ده جزء وجزء ولا الاثنين مع بعض؟ ده اللي بيبقى لوحده. لا هو مفيش اللي هو اللي عند امي دوت. ايوه هو ده. هو ده اللي بجازه. ايوه هو ده اللي عندنا في البيت. هو ده بيبقى عند الحاجه ده. شايف؟ ده اللي هتلف بكوا برضه. انت جبتي عندكوا قبل كده؟ ايوه ما هو ده يا ستي. مشي الدنيا. أني واحد عشان نمشي. بص في الوضع الصعب ده. اتفضل. بس دي مش هتقع فيك بص بقى. بصي على ايه؟ ده ايه اللي جوه ده؟ دي الشواية تمام. الشواية. تمام والفرن بقى من فوق وتحت. مرضية ماله ده؟ هو ده حلو. ماله ده؟ تمام. أربعة شغل على قد الإيد. بس أنا هجيب خمسة. يلا اتكلمنا بالعقل. طب يلا 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 مرضيه. استنى هنبص على الميكروويف. هو لازمته ايه يا حبيبتي؟ ما انت معاكي بوتاجاز. ايه هي مصاريفه خلاص. انا بالنسبه لي بحب الميكروويف. لا هو انت عشان تلاقي كان عندكم في البيت فانت في يعني اللي هو متعوده عليه. ايوه متعوده ليه؟ اما عاوز اسخن لك الاكل ان شاء الله. طب هو ايه الفرق يعني؟ ايه الفرق ما بين اما عاوز اسخن لك الاكل مش نار؟ ما احنا كنا بنعمل ايه عندنا في البيت؟ في بيتنا احنا الحاجه كانت بتعمل معايا ايه؟ فرن ايه يما؟ ما هو
تعالي انت فاضيه تعالي ننزل. 7000 جنيه بس. يبقى انت شفت حاجتك وانا شفت حاجتي. طب 7000 جنيه ما احنا هتدفعي هناك 12 يبقى كله مع بعض. لا تعالي اشوف حاجتي انا عشان نمشي. بص على المكنسه. بص المكنسه على العريس ولا على العروسه؟ صح اتفرجي براحتك يا حبيبتي. استفهم بس استفهم بس. بص بص دي عامله 3 بس 1800 واط بس مرضيه. بص عامله 3 و250. بص يا حبيبتي انت اي حاجه انت عايزاها بس انا يعني انا شايف دي مالها دي. لا اقول لك على حاجه مش بالكتر على فكره. على فكره هي بالوطه. لا 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 دي بكام؟ ب 14000. الله معاها حق. ايه رايك؟ ومش هتتعبي؟ ايوه عشان تريحينا. دايما يا جماعه بنوري صح كده؟ اكيد. نفسي نفسي يحسوا بينا. ما انا عشان كده بقى بشاور لها على الغالي وانت ساعدني في دي. بس بتعمل ايه جوه؟ اهو بيو بيو. ربنا بليني. تعال اختي تعال تعالي ما شاء الله عليك. طب اسمعي انت وتعالي. على العروسه ولا على العريس؟ لا على العروسه. يلا بينا تعالي جاي لك اهو. ايوه اللي على العروسه. انا جاي لك بقلبي. عايزه في مضرب بيت واكيد لازم تحتاج حاجه زي ده بقى. يا روحي سعره فين؟ بصي يا حبيبي هو انا ما عنديش مشكله خالص في اللي انت بتعمله ده. كده كده كل الكلام ده حاجات كتير انت اللي هتكتبها. انت اللي هتمضي يا باشا. ايه ده؟ حاولت اساعدك معاك. ايه ده؟ ده انا خدتها في وشي. انا شربت لو شربت المر كله. حاولت اساعدك معاك. خدت حاجه بمليون جنيه. طب ثواني. تتكتب مليون و200. ماشي دي ورقه هتتشال في الجيب مش مشكله. ماشي الدنيا عيب عليك. يلا واحنا بنتعامل بورق يا. اه بنتعامل. ورقه هتتشال في جيبي. وبعدين احنا نتكلم ليه ما تكتبش دلوقتي؟ استنى انت يا حبيبتي. وبعدين ايه فايده القايمه؟ يعني لازم نكتب. عمرك شفت حد كتب قايمه؟ اه اه ايه؟ لا مش بتشوفي كده بابا بيسالها بيقول لها حبيبتي انت حبيبي عايزه قايمه؟ انا هكتب عليك قايمه. بس انا هكتب عليك قايمه ومؤخر. تمام؟ هاي. وممكن اخد مهر عادي على فكره كده ما عنديش مشكله. امسكي ده امسكي ده. خد سلام. خد يلا. انت ايه كل ده؟ كل ده دي ضماناتي حبيبي. ضماناتي ضماناتي يا بابا. ضماناتي. عايز تتجوزني ببلاش ولا ايه؟ الناس. طب يا ام جواز ام بلاش الورقه دي هتنفعك بايه؟ هسكنك فيها. هتسكني نفس التسجيل دي؟ ايوه ما انت كل واحد افطرت طلعت خايف. خلي كل واحد افطرت طلعت خايف. واحد بيتلم افطرت طلعت خايف. افطرت يا جماعه طلع خايف. فكرت تتجوز عليا. هقول لك انا هفهمك الموضوع. فكرت تتجوز عليا. بص هقول لك ها مش هاخد ضماناتي؟ في رجاله كتير ياما خانت مراتاتها وصلت للحبس. ايوه يا حبيبي تحبسها ابو عيالك. هحبسك ابو عيالك. هحبسك هكذب عليك. هحبسك ده انا مش هحبسك بس ده انا هشرطك يا اسطى. ده في واحده اقسم بالله. اديني يعني اديني كذا محاوله. اديني اي محاوله اقسم بالله. اديني اي محاوله. والشقه من حق الزوجه يا ستي خديها وهي غير مش فارقه. الشقه من حق الزوجه واخد كل ايميلاتك وحساباتك. خدي بس من غير حبس. لا وهحبسك ليه يعني؟ علشان ما تتجوزها. بص يا حبيبي يا اما هضربك واطلع عليك. اديني محاولات لو قدام الناس. لو المحاولات خلصت مش هيبقى في تاني. قشطه سلام عليكم.